خلينا نبتدي من عندك عشان انت عامل دراسه قبل اي حاجه. انت ليه عامل دراسه عن الطب؟ يعني ايه الهدف من شركتك وهي شركه بتشتغل في مجالات عديده؟ اهتميت بالتوك توك ليه وعملت له دراسه ليه؟ طيب خليني اولا اشكر حضرتك ان حضرتك استضفتنا النهارده واهتميت بالدراسه اللي احنا يعني قعدناها ونشرت في بعض الوسائل الصحف الوسائل الاعلام الرسميه. تمام. ليه عملنا الدراسه؟ احنا شركه زي ما حضرتك تفضلت شغلتنا ان احنا نكون حلقه وصل ما بين المستثمرين ورجال الاعمال في شتى القطاعات وما بين الحكومه. بيقوم المنهج اللي احنا بنشتغل على اساسه حاجتين. اولا ان احنا لو بنشتغل مع مستثمر معين لازم نكون فاهمين كل التوجهات، ولازم نكون من ناحيه تانية فاهمين ايه القضايا الملحه اللي بتطرح نفسها على الحكومه، ونحاول جزء من المسؤوليه اللي موجوده عندنا ان احنا نبادر بالخوض في هذه المشاكل المعقده. ولقينا انه زي ما حضرتك تفضلت يمكن يعني امن قومي كلمه كبيره شويه عليا انا، ولكن هي قضيه جماهيريه، وسيله نقل مواطنين في منها اكتر من 500,000 في الشوارع ده امن. تمام. هي اللي مبسوط من التوك توك ويمكن هحاول اشرح لحضرتك بالتفصيل اكتر، ناس كتير، واللي متضايق منه ناس اكتر، واللي بيقول عليه اراء عن فهم ناس كتير، واللي بيقول عليه آراء عن عدم دراية أو إلمام بالأرقام والإحصائيات للأسف ناس أكتر. فالتوك توك إحنا لقينا إن إحنا نشرنا دراسة كان عنوانها التوك توك كيف تتحول من مشكلة أو معضلة لتكون قضية ثم من قضية إلى فرصة للتنمية الاقتصادية. ده كان المنهج اللي إحنا قمنا يعني بنينا الدراسة على أساسه. بعض الحقائق لو حضرتك تسمح لي سريعا جدا عن التوك توك. المعلومات المتوفرة لدينا من الدراسة اللي احنا قمناها وبنت على تواصل مع المصنعين وتواصل مع السوق ودراسات على الأرض وتواصل مع الجهات الرسمية على قد ما قدرنا، بتقول ان في حدود 500,000 توك توك في مصر. تمام. بيشتغل عليهم في المتوسط 3 ورديات، يعني 1.5 مليون فرصة عمل. تمام. 30,000,000 مواطن بيتنقلوا استخداما للتوك توك كل يوم، الغالبية الأعظم منهم في القرى والنجوع والمناطق الريفية الأكثر احتياجا والتي ليس بها وسائل نقل عام متاحة إن هم يركبوا حاجة غير التوك توك. تمام. عدد كبير جدا من القرى دي بها شوارع ومدقات ومدايق ما يخشهاش غير التوك توك. بالعرض التقرير اللي حضرتك تفضلت بيه أنا متفق إنه فيه هناك شباب أقل من السن القانوني و في تجاوزات وفي تكاتك غير وتجاوزات مرخصة هم في تكاتك غير مرخصة كتير. ولكن في الحاجة اللي بتغسل كلى وبتركب التوك توك، والحاج اللي بياخد ولاده للمدرسة بالتوك توك، والعامل اللي بيروح للمصنع، والراجل اللي بينزل يعمل المشتريات بتاعته بالتوك توك. يعني في نماذج تانية يا ريت نتعرض لها كلها بشكل موضوعي ونحاول نشوف المشكلة فين. الحاجة الأهم اللي أنا أحب أتعرض لها لحضرتك ودول آخر حاجتين هقولهم، أولا في قانون في مصر واحد سنة 2008 وتعديلات طرأت عليه سنة 2014، قانون مرور وقع عليه السيد رئيس الجمهورية بعد دراسة مع المعنيين، بيطلب ترخيص التوك توك تحديدا وليس فقط أي حاجة تانية، بيشير تحديدا إلى التوك توك وبيوصفه وبيعرفه، وبيطلب من المسؤولين تقنين أوضاع التوك توك، وبيدعو السادة المحافظين إن هم يقننوا الوضع من حيث تحديد المسارات والحتت. ده الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا؟ ده الرئيس عبد الفتاح السيسي 2014. نعم. وبيطلب من المحافظ انه يحدد المسارات واللي يمشي فين وما يمشيش فين، ومواصفته الفنيه تبقى عامله ازاي بالتشاور مع وزير التجاره والصناعه، وايه الحتت والغرامات تبقى شكلها عامل ازاي، والتسعيره حتى المفروض ان المحافظ يخش فيها بحيث لا يكون في نوع من الافتراء ولا المبالغه في التسعيره بشكل او باخر. تمام. ده القانون اللي معانا النهارده. اخر حاجه احب اقولها لحضرتك، تطرقت الدراسه بتاعتنا لنوع من دراسات المقارنه. نعم. البرازيل واندونيسيا والهند وجنوب افريقيا وتايلند كلها دول من وجهه نظري ليست اكثر باعا من مصر ولا امكانيات من مصر، لكن كلها نجحت في تقنين اوضاع التوك توك ونجحت في تحويله من قضيه او مشكله او معضله الى فرصه للتنميه، ونجحت في انها تجلب لدولها. وفي الهند هو تقريبا وسيله المواصلات الرئيسيه هناك،
يعني انا سافرت الهند في نيودلهي، ده كان هو الراقي التوك توك اللي اقل منه كانت عجله عليها قاعده ورا بيقعدوا عليها اتنين وواحد جنب السواق على عجله، التوك توك ارقى شويه. 20% من المواصلات في الهند بتتم استخداما للتوك توك. الهند بتنتج في حدود 800,000 توك توك في السنه، تصدر منهم 300,000 وحده. الهند من اعظم الاقتصاديات، سابع اقتصاد في العالم. في البرمجيات والالكترونيات ومجموعه العشرين، وطبعا حضرتك ادرى مني. ده لم يمنعها من انها تتطرق الى قضيه بهذا التعقيد وهذه نوع من الجدل وهذا النوع وتقننها. وفي الاول رخصوا التوك توك كان يمتلكه شخص، ثم رخصوا انك بعد رخصه الامتلاك يبقى معك رخصه انك تستخدمه كوسيله للنقل باجره، انك حد يركبه يعني معك. ممكن حد يبقى عنده توك توك ملاكي، ممكن حد يبقى عنده توك توك ويمشي بيه ويروح بيته عيله، تقدر تشتري توك توك بدل ما تشتري عربيه وتنتقل بيه. تمام. اخر حاجه حضرتك، طب نبعدنا عن هذه الدول، ويمكن مع فريق الاعداد لما عرفنا ان احنا نتشرف نكون مع حضرتك وفيناهم ببعض الصور والحاجات دي، فرنسا عند برج ايفل، ودي من اعظم المعالم السياحيه، في توك توك. جنوب افريقيا توك توك سياحي، توك توك سياحي مرخص وله شاسيه موجود في ورقم. الجونه موجود في الجونه وعظيم. قمه الاتحاد الافريقي السابقه اللي مثل مصر فيها السيد رئيس مجلس الوزراء، كان غير الوفود الرسميه بالعربيات الشيك اللي احنا كلنا عارفينه، التوك توك كان يستخدم كاحد الوسائل الرسميه لنقل الوفود من والى مقر المؤتمر بشكل منسق ومنمق. خلينا نقول ان هم يعني شكل الجلف كار اللي بيستخدم، هو بيستخدم بس شكله اشيك شويه من اللي عندنا. بالظبط، يعني هي المشكله في الشكل شويه. كل اللي انا عرضته على حضرتك ده لا يعني ان انا سعيد بوجودي النهارده، ولكن لا يعني ان انا عندي اي نيه ان اقول انه اللي اقل من 18 سنه صح يسوق توك توك، ولا اللي بيمشي في عكس الاتجاه صح، ولا انه اللي مش مترخص صح، ولا انه التحرش صح، طبعاً ولا اي حاجه من الحاجات دي صح. يعني احنا هنا الوسيله بتستخدم ازاي، فالاستخدام الخاطئ لاي وسيله، ما انا ممكن يبقى تاكسي ويبقى وسيله خاطئه بيستخدم بطريقه خاطئه يعني، فاحنا مش مختلفين على ده خالص.